السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله غنطرق لواحد الموضوع اللي هو في 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 غاية الأهمية، اللي هو موضوع كيفاش نحصن نفسي ونحصن الناس اللي معايا. كيفاش نحصن نفسي ونحصن الناس اللي معايا إلا بغيت نرقي راسي في الدار ودوك الناس ما يتأذوش، وكيفاش هذاك العارض المتلبس بالجسد أن نحضرو ويبقى سجين في الجسد وما يهربش. أول حاجة تنستعمل جوج آيات. الآية الأولى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا تبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. والآية الثانية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا محضرون. والآية الثالثة غنزيدتها هي إلى مجاش، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم بمقامك وإني عليه لقوي أمين. ثم تنشد عصا غصن ديال الزيتون أو ديال الرمان أو ديال الكرم أو غصن ديال الصدر إلا ما كانش نصيد يعني عصا مثل هذه، وتندور وتنقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم. تنقراها ثلاثه المرات، وملي السر فين كاين البلاصه اللي نبدا منها، المكان الذي ابتدات منه اتم فيه، البلاصه اللي بديت منها نتم فيها. ثم تتسجل العريض تنسولو على خاطري، علاش داخل، اش تدير، على عشق، بسحر، بحبه، بظلم، هذا كذا 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 كذا. ثم تدخل مع النقاش. اول حاجه نبدا بايات الايات الموعظه، ثاني تبدا بايات العذاب ديال الله والعذاب واش موجد الله للظالمين والظالمات والزانيين والزانيات كل من لو سولت نفسه الاعتداء على اعراض الناس واموالهم وظلمهم واضطهادهم الى اخره. ثم نهار تقول لي غنخرج، يعني تعطيني كلمه كما تقول كلمه الرجال، اما بعاد اما باسلام، ما بغاش يسلم لكم دينكم لدين، تمشي في حاله الى الغد وبقى ترجع وما فيهاش العاد، يجوز فيه القتل او الحرق او التدمير شرعا، لان ما يمكنش من الاولى نقتلوا الجن او نحرقوا ندمروا، لا، الا خالف العهد. يقدر داك الجن يكون داخل خطا، يقدر يكون باركين عليه الشياطين مشفرين ليه ولادو، خاطفين ليه ولادو، مهدين بولادو ومرتو، حيت الجن درجات، كاين الجن اللي عنده قوه اكثر من الجن الاخر وتيهدوا وتيكلفوا بهذيك المهمه. والله يسخر، اللي ما عرفش شي حاجه مرحبا.